The other renal disorder which is common is a chronic kidney injury or chronic kidney, a chronic renal failure or a chronic kidney injury. بعد ما حكينا على الأكيوت هسه نحكي على الكرونيك. الأكيوت قلنا يصير within hours to weeks oliguria. هنا شنو اللي يصير بالكرونيك رينال ديسفانكشن؟ reduced GFR estimated GFR اللي ينحسب طبعا عن طريق الكرياتينين كليرنس او اليوريا كليرنس او غيرها. يصير ويا هنا بروتين يوريا. يعني بالأكيوت ممكن ماكو بروتين يوريا. هنا يصير بروتين يوريا ويصير هيماتشوريا and or renal structural abnormalities of more than the duration ايضا تختلف more than 90 days يعني اكثر من 3 اشهر. شخص يعني يجيك الهيستوري مالته راح تكون هذه، راح يكون عنده ريديوس جي اف ار اوليجوريا وعنده بروتين يوريا، عنده هيماتشوريا، عنده رينال ستراكشرال ابنورماليتيز وعنده الهيستوري اكثر من 3 اشهر فتره طويله، فراح نعتبره كرونيك رينال ديزيز عنده. وعادة يكون هذا usually the end result of the conditions such as يعني as a complications of other chronic diseases like diabetes mellitus, hypertension, primary glomerulonephritis, autoimmune disease, obstructive uropathy, polycystic disease and other renal artery stenosis and any other diseases and chronic use of nephrotoxic medication. It is common chronic kidney disease. It is common and affecting about 13% of population. Acute or chronic renal dysfunction occur with when angiotensin converting enzyme inhibitors or angiotensin 2 receptor blockers are given to patient with renal artery stenosis. هاي هنا one of the most common causes. One of the most common causes of acute and chronic renal dysfunction هو ينطون angiotensin converting enzyme inhibitors وينطون الأرابس اللي هم anti hypertensives ينطوهم إلى شخص عنده renal artery stenosis. هذا غلط، هذا iatrogenic cause، يصير يعني caused by the physician فيؤدي إلى renal dysfunction. وذولا دائما المفروض الناس الكبار بالعمر أو الناس اللي ينطوهم هاي الأدوية المفروض يتابعون renal function مالتهم ويقيسون البلازما كرياتينين واليوريا، فراح يلقوها اذا لقوها تصعد صاعده فممكن صاير عنده رينال ديسفانكشن بسبب الميديكيشن اللي هي تزيد بنسبه حوالي 20% ويقل الجي اف ار بحوالي 15% افتر انيشيشن اوف ذا ثيرابي. الكرونيك رينال ديسفانكشن بالحقيقه يمر ثرو تو مين فيسز اللي هم بوليوريك فيس وأوليجيوريك أو أنيوريك فيس، يعني اللي هو الحالة الثانية الأنيوريك اللي هي نيد دياليسيس اللي هي end stage يعني نيد دياليسيس أو رينال ترانسبلانتيشن، هذا اللي بعد كلياته ما تشتغل أبد فيحتاج يسوي له دياليسيس غسل للدم أو يسوي أو ممكن رينال ترانسبلانتيشن. التو فيسز أوف كرونيك رينال فيلر بالبداية نعرف الكوزز الكومن كوزز بالحقيقة of chronic kidney diseases هذول احنا ذكرناهم ونرجع على عجالة. الموست كومن كوز هو الدايابيتس ميليتس، طبعا هذا السكري ليش يسبب لك chronic kidney disease؟ لأنه واحدة من الشغلات بسبب الجلايكوزيوريا اللي تصير تؤدي إلى defect بالكيدنيز بالتوبيولز يعني فترات طويلة. ممكن الميديكيشنز اللي ياخذوها هذول المرضى هم تأثر على الكيدنيز، فهذه كلها بالنتيجة تؤدي إلى chronic renal disease. النفروتوكسيك medication النانسترويدال mainly البيشنت with hypertension الأذر diseases هاي القائمة الطويلة اللي هي مطلوبة تنحفظ يعني المسببات of chronic kidney disease. نريد نعرف الفيسز شنو هي. الفيسز عندنا البوليوريك فيس، من اسمه بوليوريك فيس يعني هذا الفيس تكون بي ذولا البيشنت يجون عندهم بوليوريا. احنا قلنا بالبداية المريض ممكن في بداية تشخيصه يعني قلنا أوليجيوريك بالبداية والما حكينا هنا على الكرونيك كيدني ديزيز، قلنا يكون عنده بروتين يوريا ريديوس استيميتد جي اف ار وبقية الشغلات لفترة طويلة. بمرور الوقت أول فيز يصير عنده بالحقيقة الفيز الأول هو بوليوريك فيز، وين هنا بهالبوليوريك فيز از مور جلوميرولاي انفولد يعني المسألة تتعلق بالبروجريشن اوف ذا ديزيز وكأنما يبدي بحالة معينة ويبدي يتطور. فاز مور جلوميرولاي ار انفولد ذا ريت اوف يوريا اكسكريشن فولز
and the plasma concentration rises. This causes osmotic diuresis in functioning nephrons. In other nephrons, the tubule may be damaged out of proportion to the glomeruli. معناها both tubular dysfunction in nephrons and functioning glomeruli, osmotic diuresis through the intact nephrons contribute to the polyuria. يعني هنا البوليوريا سببها الاوزموتيك دايوريسيس بالدرجة الأولى، لأن أكو functioning nephrons تشتغل والجلوميرولاي جزء منها يشتغل وجزء منها ما يشتغل، يعني damaged. بينما التوبيلر dysfunction همين تلقي بيها impairments بجزء من النفرونز، فمعناها شغلتين صارت عندك، أكو جلوميرولاي جاي تفلتر لك وأكو تيوبيوز ما تشتغل، فصار عندك osmotic diuresis. اليوريا تطلع وتسحب وياها بالإضافة إلى الأذر الجلوكوز وغيرها ممكن، فيصير osmotic diuresis through the intact nephrons. هذا البوليوريك فيس، معناها بالبوليوريك فيس عندك نفرونز تشتغل ونفرونز بيها دامج، وهاي النفرونز تشتغل بيها glomerular function بعد شغالة، بس التوبيلر ديفكت بيها tubular defect بالreabsorption، فصار osmotic diuresis. بالأوليجيوريك فيس هنا يصير كومبليت، يعني يصير destruction أكثر، هنا يصير destruction أكثر بالجلوميرولاي، نفرون destruction يقول لك continue findings become more likely of the pure glomerular dysfunction. يعني عبالك احنا كنا بالفيس الأول وكأنما المريض عنده tubular failure tubular dysfunction، بعدين صار glomerular dysfunction، لذلك كان polyuria صار oliguria. هنا الجلوميرولار فلتريشن ديكريزز سيجنيفيكانتلي، اليورين اوتبوت فولز، اوليجيوريا بريسيبيتيت انكريز ان ذا بلازما، يوريا كرياتينين بوتاسيوم اند اسيدوسيس بيكم مور سيفير بسبب الجلوميرولار ديسفانكشن. دايجنوزيس از يوجوالي اوبفيوس اوف كرونيك كيدني ديزيزز بالايرلي ان ذا ايرلي فيس بيفور urea and creatinine concentration rising significantly maybe there is hematuria and proteinuria. يعني بالبداية وكأنما بداية الـ chronic kidney disease الـ glomerular function it is quite enough to filtration، فما راح ترتفع عندك اليوريا والكرياتينين in high levels، وبنفس الوقت تلقي المريض عنده hematuria وproteinuria. هاي أول شيء تبدي بالبداية، وبعدين with the progression of the disease يصير damage بالجلوميرولاي ودامج بالتوبيولز اكثر، فيصير اوليجيوريا وكلها تبدي ترتفع اليوريا والكرياتينين والاذر باراميترز. However hematuria may originate from either the kidney or urinary tract may therefore indicate the presence of other condition. يعني ممكن الهيماتوريا اللي تكون عند المريض مو سببها chronic kidney disease، اكو other condition اللي ممكن تصير، بس هي تدخل ضمن الكوزز هي والبروتينيوريا. الأذر abnormal findings اللي يصير عندهم، هاي الشغلات اللي كنا نحكي عليها خاصة بس بالكيدنيز، خلينا نشوف شنو الأذر complications للكرونيك كيدني ديزيز. الأذر abnormal findings بالنسبة للفوسفيت تصعد عندهم البلازما فوسفيت elevated، التوتال كالسيوم full. ليش الكالسيوم يقل عندهم ليش الفوسفيت يصعد؟ اللي راح يصير انه يزيد الهيدروجين ايون concentration، زيادة الأسيدوسيس يصير عندهم، يزيد لك الايونايزيشن. من ناخذ الكالسيوم راح نحكي لكم على تفاصيله، الاسيدوسيس ياثر على الايونايزد كالسيوم يزيده، واذا زيد الايونايزد كالسيوم راح يزيد الفقدان مالت الكالسيوم ثرو ذا كيدنيز، فبالنتيجه راح يقل الكالسيوم، ذا بلازما كونستريشن يقل. والشغله الاخرى اللي يصير انه there is impaired renal tubular function and the raised phosphate inhibit the conversion of vitamin D to the active metabolite and this contribute to fall in the plasma calcium concentration. الشغلة الثانية الفيتامين دي it will not be activated. ليش؟ بسبب الهايبرفوسفاتيميا اللي يصير فوسفيت، لأنه يصعد راح يوقف لك inhibit the enzyme اللي هو 1 alpha hydroxylase essential for activation. الحالة الثانية اللي يصير secondary hyperparathyroidism، وهذا إلى علاقة بالحالة إلى علاقة بالحالة الأولى، لأنه الـ PTH ما كورسبونس للـ PTH، الـ PTH لأنه الكالسيوم يقل، فيتامين دي يقل، الـ PTH يصير له سكريشن إليفيتد على مود كومبنسيتوري ميكانيزم، يجي there is no response بالكيدنيز، فيصير سكندري هايبر باراثايرويد، وهذا بالحقيقة راح يأثر على البونز، راح يعوض لك شكو
بالنتيجة شكو كالسيوم جاين فقط من الكدنيز، شكو نقص بالفيتامين دي، هذا راح يتجه باتجاه البونز على مود يسوي ديكالسيفيكيشن ويزيد البون ريسوربشن، وبالنتيجة أيضا الالكالين فوسفيتيز إليفيتد أكتيفيتي. Some of these features of chronic kidney disease can also evoke renal osteodystrophy associated with painful bones. Increase in the plasma PTH occurs early when the GFR falls below 60. يعني بالحقيقة تلقي الـ PTH عندهم صاعد في مراحل مبكرة، يعني بداية الـ chronic kidney diseases. تشوف الـ PTH elevated مالته، الـ alkaline phosphatase elevated، الكالسيوم low، الفوسفيت elevated. الشغلات الثانية اللي يزيد اليوريك أسيد، المغنيسيوم يزيد يرتفع، أنيميا يصير عندهم شيء طبيعي لأن أرثروبويتين ديفيشنسي. بهالحالة طبعا ما يفيد تنطيهم آيرون، لازم تنطيهم ريكومبيننت أرثروبويتين، الهرمون نفسه اللي هو not synthesized by the kidneys due to the chronic kidney disease. الأذر فايندينجز، الأبنورمال فايندينجز اللي يصير واللي هي one of the most common causes of death in those patients هي الكارديوفاسكولار ديزيز، بالحقيقة سبب الهايبرتنشن اللي يصير عندهم، والديسليبيديميا اللي هي هايبر ترايجليسرايديميا والاتش دي ال يقل، وهذول كلهم يؤدون الى الاثيروسكليروسيس ويؤدي لك الى الكارديو فاسكولار ايفنتس اند كورونري هارت ديزيز. وايضا ربما لها علاقه بالريديوس ليبوبروتين ليبيز اكتيفيتي، هذا الانزيم فيري امبورتنت فور ذا ميتابوليزم اوف ليبيدز اند ترايجليسرايد. Abnormal endocrine condition قلنا secondary parathyroid hyperparathyroidism، وأيضا ممكن يصير عندهم البرولاكتين elevated، يصير عندهم insulin resistance، low plasma testosterone، يعني يصير endocrine disorders. كمان endocrine disorders اللي هي secondary to chronic kidney diseases and they are common to seen to be seen in chronic kidney disease. وهاي الستيجز، هذا التيبل مطلوب حفظه، الستيجز مال الكرونيك كيدني ديزيز يعني اعتمادا على الجي اف ار، تبدي من اقل من 90، بعدين تبدي الى ان توصل الى اقل من 15 اللي هي الاند ستيج اللي يصير بها الدياليسز، وخلال هاي الفتره تبدي تظهر الاعراض على المريض، يبدي بالبدايه من بالبدايه نورمال الى ان تبدي اليوريا والكرياتينين الليفيتد، يبدي البي تي اتش يصعد، الكالسيوم يبدي يقل، الاذر ديسليبيديميا تبدي تحدث بهذا الستيج، والى اخره الاسيدوسيس يبدي يزيد، يعني gradual progression of the disease. السيندرومز يبقى عندنا النفروتك سيندروم والنفروتك سيندروم، يعني خلص الاكيوت كيدني انجري والكرونيك كيدني انجري، بقى عندنا النفروتك والنفروتك سيندروم. النفروتك هو بالحقيقه معروف هذا اللي هو caused by increased glomerular basement membrane permeability to proteins resulting in a protein loss usually more than 3 gram per day. يورين بروتين تو كرياتينين مرات يحسبوها كريشيو اكثر من 300 ملي جرام بير ملي مول وذ كونسيكونس هايبوبروتينيميا هايبوالبومينيميا اند بيريفرال اديما، طبعا يصير لانه الالبومين والبروتينز هي المسؤوله عن الاوزموتيك بريشر ومسؤوله عن الريتينشن اوف ووتر ان ذا بلاد فيزلز، فاذا اف ات از ديكريست يصير ليكج of fluid to the interstitial spaces. وايضا associated with hyperlipidemia. يعني هاي الفيتشر الاساسية اللي تصير بالنفروتك سيندروم. الفيتشر الاساسية هي بروتينيوريا. الفيتشر الاساسية بروتينيوريا وادمة يصير وياها. وايضا يصير hyperfibrogenemia. Uremia occurs only in late stages of the disorder. When many glomeruli cease to function. يعني هذا هم يصير بي progression، بالبداية ماكو يوريميا عند المريض، يعني لأن الفلتريشن مستمر، وبالحقيقة بس المشكلة وين؟ يعني هنا أنا بالضبط المشكلة بالglomerular permeability membrane permeability، يعني تعبر بروتينز، يعني هي نورمال المفروض ما يعبر البروتين، فيبدي يعبر بذوله سبب ديفكت بالممبرين، فمعناها شكو يوريا شكو ويست برودكت راح تطلع. لذلك ممكن نميزهم عن الكرونيك كيدني انجري اللي قبله كرونيك كيدني ديزيز، لان هذا كم يصير بي بروتين يوريا، هناك يصير عندهم اليفيتد، ممكن اليوريا تصعد والكرياتينين يصعد اكثر من هاي الحاله،
ايش الحاله يصعد بيها هنا، ما يصعد الا بالليت ستيجز بالاند ستيجز لما الجلوميرولاي كلها افكتد. وهناك ممكن بالبدايه يجينا عنده اوليجيوري هنا لا نورمال، وممكن عنده بوليوري هنا مو نورمال، وهناك يجي نورمال. بالبدايه عنده اوليجيوري وهنا لا نورمال، يعني بالنفروتيك سيندروم. والنفروتيك سيندروم هذا هذا ريديوس بالجي اف ار يصير، ويصير ادما هايبرتنشن بروتينيوريا، هنا يصير with significant hematuria it is usually associated with systemic diseases such as post infectious glomerulonephritis اللي هم البوست streptococcal or immunoglobulin nephropathy or anti-glomerular basement membrane disease أو يسمونه good bastards disease. يعني مجموعة من الديزيزز هاي اللي تصير تؤدي إلى النفروتيك سيندروم. ويختلف عن النفروتيك سيندروم انه هنا يبدي ريديوس جي اف ار، هناك بعدين يقل الجي اف ار مو من البدايه. الادما تصير بيوم اثنيناتهم، البروتين يوريا تصير بيوم اثنيناتهم. هنا اللي يفرق الهيماتشوريا، الهيماتشوريا تصير بالنفروتيك سيندروم وممكن ما تكون موجوده بالنفروتيك سيندروم. يبقى عندنا الدايجنوزز اوف رينال ديسفانكشن. الدايجنوزز طبعا يعتمد على بعد ما عرفنا كل الديس اوردرز والسيندرومز شلون نجي نشخص مريض ان نشو هاو تو اسس ذا رينال فانكشن. طبعا باي ميجرينج ذا بلازما يوريا اند كرياتينين، هاي رقم واحد بالبدايه قيسوهم البلازما يوريا اند بلازما كرياتينين، لانه عاده ذول الريت اوف برودكشن مالتهم ثابت ومستمر بالبودي والمفروض يصير لهم اكسكريشن، فاي ديفكت بالاكسكريشن معناته ذي ويل بي اليفيتد. رغم انه اكو اذر فاكتورز اللي ممكن مثلا اليوريا افكتد باي هاي بروتين دايت، ممكن affected by when there is hemorrhage, absorption of amino acid peptides from digested blood حالات الهيموريج بالintestinal hemorrhage أو غيره, when there is hemorrhage into the gastrointestinal lumen or soft tissues, وبحالات increased catabolism. يعني هاي حالات should be excluded. هاي حالات should be excluded قبل لا تجي تقول إنه هو عنده renal dysfunction. وهي ممكن تكون common. لأنه رينال ديسفانكشن ما ممكن يصير بشكل سريع، يعني ممكن هاي الحالات تكون أكثر كمان من الرينال ديسفانكشن اللي هي تسبب لك إليفيتد يوريا. بعد شغلات أكو أذر كونديشن اليوريا بيها تقل مو شرط تزيد، يعني اليوريا إذا قلت ممكن تكون أقل من 1 ملي مول بير ليتر. البوسيبل كوزز ممكن يكون جي أف آر يزيد بدل ما يقل، وممكن أكو هيمو ديليوشن مثل بحالات البريجنانسي، حالات الانترافينوس انفيوجنز اللي ينطوه الهوسبيتالايز بيشنت لان ينطوهم اي في فلويد فيصير داليو هيموداليوشن. وممكن حالات معينه اللي هو الانتي دياريتيك هرمون ان ابروبريت انتي دياريتيك هرمون سيكريشن سيندروم اوف ان ابروبريت انتي دياريتيك هرمون سيكريشن ايضا يسبب لك هيموداليوشن. وممكن ممكن السنثيسيس اوف يوريا ديكريز، يعني ديكريز ديو ديكريز سنثيسيس حالات معينه مثلا ان تشيلدرن لانه جروينج وعندهم البروتين انابوليزم هاي، فما تلقي عندهم اليوريا ممكن تكون اقل من حاله الناس الاكبر عمرا لانه عندهم الانابوليز الكاتابوليزم اكثر من الانابوليزم. ومرات ممكن اذا الجماعه النباتيين الفيجيتيريان اللي هم لو بروتين انتيك يصير عندهم اليوريا لو. وبحالات معينه لما يكون عندك سيفير ليفر ديزيز لانه اليوريا سايكل هي بالليفر، فاي ديفكت بالليفر تقل اليوريا. وممكن حالات امبورن ايرورز اوف يوريا سايكل، هاي البوسيبل كوزز اوف ديكريز يوريا. بس بشكل عام نقدر احنا نعتمد على اليوريا والكرياتينين فور اسسمنت اوف رينال فانكشن لما نسوي اكسكلوجن للاذر كوزز. يبقى عندنا غير البلازما يوريا اند كرياتينين استيميتد جي اف ار، او شلون يحسبون الجي اف ار؟ الجي اف ار يحسبونه اعتمادا على يقيسوا لك الكرياتينين كليرنس واليوريا كليرنس، وهي عن طريق معادله يحسبوا لك ايش قد اكو يوريا او كرياتينين باليورين، وايش قد اكو وحجم اليورين يعني كولكتد يورين، وايش قد اكو بالبلازما. ومن هاي المعادله يحسبوا لك الاستيميتد جي اف ار. على اساسه هو نورمالي المفروض 120 مل بير مينيت، فاذا كان لو راح يطلع واذا زايد راح يطلع. طبعا ما تنطيك ريال انديكيشنز الكرياتينين كليرنس واليوريا، لانه الكرياتينين يصير له سكريشن باي ذا تيوبولز واليوريا يصير له ري ابزوربشن. اذا احنا معناتها نحتاج
فد بارامتر نعتمد عليه بحساب الكليرنس يكون اكثر دقه، اللي هو السيستاتين سي عندنا، اللي هو اندوجينس سبستانس، ولا يصير لها سكريشن ولا يصير لها ري ابزوربشن، وايضا تنحسب. وعندنا اكو اكسوجينس اللي هي الانيولين، ممكن ايضا نعتمد عليها حساب الجي اف ار. هذا الحكي بالحقيقه ينهينا الدايجنوزيس اوف رينال ديسفانكشن باي ميجرينج اوف كليرنس اند باي ميجرينج اوف بلازما اند يورين يوريا اند كرياتينين. شكرا جزيلا.